كبداية مشروع بدينا قبل سنة تقريبا. مشروع هو عبارة عن مشروع روح للشموع العطرية لكافة الشموع قوالب أو كانت علب على حسب طلب الزبون طبعا. إضافة جديدة انضفناها للسماء وهذا الشيء ثقافة جديدة. بالنسبة للبازار المنتدى اضافنا إضافة كلش حلوة، تعرفنا على باقي المشاريع وباقي البيجات، كان كلش حلو. عن طريق الانستغرام نحن نسوق فقط، عن طريق الانستغرام عندنا بيج واصور وانشر إلا الحمد لله نجح، وهواي مشاريع انفتحتها من خلاله. أعمال يدوية، تطريز على القصناع وتطريز وحياكة ملابس وحياكة دمى أميغرومي، يعني تجربة حلوة وتساعد يعني التسويق وتساعد على يعني الناس تعرف حسابي، والله جيدة يعني تفيد البنات يعني من تطلع تساعد يعني تنشر عملها، الناس تعرفها، تجيها طلبات عن طريق هاي.